معالي الوزراء، أصحاب السعادة، سيدات وسادة السفراء، السيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السيد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم سيسكو، السادة رؤساء الاتحادات العربية المتخصصة في مجال الإعلام والتواصل، السيدات والسادة الخبراء والإعلاميين ضيوف المملكة المغربية الكرام، حضرات السيدات والسادة، مرحبا بكم جميعا في الرباط، مدينة الأنوار، عاصمة المملكة المغربية، المقر الدائم للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. يحضر معنا في هذا الفضاء الذي نجتمع فيه اليوم شابات صحفيات وشباب مصورون وصناع محتوى من القدس، جاءونا ليتعرفون على هذا البلد الذي طالما سمعوا القصص والحكايات عن ارتباط أهله المكين بالقدس منذ ما يزال في عام. سمعت الصحفية تالا وزميلتها ياسمين تقولان بأن مهد الإعلام وما بات يعرف اليوم بالصناعة الإعلامية قد تساعد في تشكيل الرأي العام حول قضية معينة وقد تؤثر في اتجاهاته، إلا أن الموقف في القدس يختلف كلياً عما سواه، لأن الآلة الإعلامية المعادية لن تتمكن من طمس هوية المدينة وموروثها الدين والحضاري. ثم نفهم من قول عمر رمال وهو مخرج ومصور أفلام مقدسي أن الناس هناك في القدس وفي كل مناطق فلسطين يخبضون على آمالهم وعلى أحلامهم ويتطلعون إلى المستقبل أقوياء بعزائمهم وبإرادتهم الحرة، قادرين على كسر الضغائن وتجاوز المحن والمآسي لصناعة الفرح أمام كآبة المناظر التي تطالعنا كل يوم على وسائل الإعلام. حضرات السيدات والسادة، هذه بعض مظاهر النبوغ الفلسطيني الذي يتعين أن تمتد أفقياً وعمودياً على وسائل الإعلام العربي، وهي جزء من رسائل مفادها بأن كفوا عن الترتيب على الكتف الفلسطيني بعبارات التعاطف الظرفي ونلتب على ما يساعد الناس بالعمل وبالمبادرة المقدامة حتى لا نتركهم لوحدهم يواجهون قدرهم في الدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية والمسيحية. نعم، إن لقاءنا اليوم يناقش دور الإعلام في دعم الهوية الحضارية للقدس، لأننا في وكالة بيت مالك الشريف تابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، نعتقد أن تحرير عقل المتابع الغربي من الارتهان إلى رواية الإعلامية الأحادية التي تأسست لعقود على الأساطير لا بد أن تشكل أولوية العمل العربي المشترك في هذا المجال. ونحن نعتقد كذلك أن تسليط الأضواء على المركز الحضاري للقدس باعتبارها مدينة جامعة وموحدة وموئلا لأتباع الديانات السماوية الثلاث سيكون مدخلا يفهم منه الغرب أن حب الفلسطينيين للحياة عرب ومسلمين هو حقيقة ثابتة لن تمحوها الصور الموجهة التي تسوق لها بعض وسائل الإعلام لأعراض مغرضة. ثم نعتقد كذلك أن الانتباه إلى المصطلحات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي يتم ترويج لها إعلاميا لا تخلو الحق العربي والإسلامي رغم الجهود المقدرة التي تبذلها الاتحادات المهنية والمنظمات والهيئات المتخصصة وفي طليعتها الإسسكو. وقد قلت وقد وجهت نداء لاتحاد وكالات الأنباء في منظمة التعاون الإسلامي في وقت سابق من هذا العام لصياغة وثيقة مرجعية للمصطلحات الصحيحة واعتمادها قبل تعميمها على وسائل الإعلام في دول الأعضاء العربية والإسلامية. حضرات السيدات والسادة، إن أصوات عمر وتالا وياسمين ومنار وزملائهما وكل الإعلاميين الفلسطينيين يجب أن تحيا لتسمع، فلكم أن تقدروا كمية شجية وصادقة هذه الأصوات التي تصدح يومياً منادية بحقها في العيش بحرية وبكرامة على أرضها. ونحن في وكالة بيت مالك الشريف نجتهد في إطار إمكانياتنا واختصاصاتنا لدعم سمود المقدسيين، ثم نتيح لأمثال عمر وتالا وياسمين وزملائهم وأمثالهم من المقدسيين زيارة المملكة المغربية للتعرف على البلد والاستزادة من خبرات أبنائه في كل المجالات. وقد استقبلنا منذ بداية هذا العام ما يزيد على 80 شخصية تتوزع على مسؤولين في الحكومة الفلسطينية ودبلوماسيين ومهندسين معماريين
وأطباء ومثقفين وفنانين وطلاب مدارس وممثلين وأساسات اجتماعية وجمعيات أشخاص في وضعية الإعاقة. ونحن مستمرون على عهدنا في دعم القدس ومقدساتها تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مستفيدين مما راكمته المؤسسة من تجارب مهمة خلال 25 عاما أثبتت بالملموس أن إيصال الدعم إلى مستحقيه ممكن وفي ظروف آمنة، وأن العمل في المدينة ومع مؤسساتها الشرعية يترك نتائج معتبرة يصلنا صداها مما نسمعه من أشقائنا في القدس كما نسمعها مما يصلنا من خلال ما تنشره وسائل الإعلام من أخبار الوكالة ومن تغطياتها. وفي هذا الصدد رصدت مصالح الوكالة منذ بداية العام الجاري أزيد من 8000 تغطية وقصة وتقريرا خبريا تهم أنشطة المؤسسة في القدس. تمت بها 12 وكالة أنباء لبلدان عربية وإسلامية وتم نشرها بخمس لغات عالمية. حضرات السادة والسيدات، لقد قررتم في اجتماعات وزراء الإعلام الدورة 53 تنظيم فعاليات إعلامية لدعم القضية الفلسطينية، وقررتم حضور أشغال هذه الندوة المتخصصة في القدس تقديرا منكم لما ينطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية حفظه الله من أدوار مهمة لحماية المدينة والحفاظ على موروثها الديني والحضاري ووضعها القانوني. لذلك اسمحوا لي بأن أختم كلمتي بتوجيه تحية إجلال إلى الشعب الفلسطيني الصامد والمرابط بقيادة فخامة رئيس محمود عباس أبو مازن، وأوجه تقديرا صادقا إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن حسين صاحب الوصاية على القدس والمقدسات لما نجده دائما في دائرة أوقاف القدس من دعم ومساعدة. وأشكر معالي السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل الأستاذ محمد مهدي بن سعيد، ومعالي السيد نبيل أبو ردينة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني، وسعادة السيد أحمد رشيد الخطابي الأمين العام المساعد لمجلس جامعة الدول العربية على تفضلهم ببرمجة مشاركة وكالة بيت مالك الشريف على هامش الاجتماع 53 لوزراء الإعلام العرب. أشكركم حضرات السيد والسادة على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله.